سيما مليح مرحبا بيك. دو كي تحكينا شوي على المشاركة تاعك انت هون في المهرجان العربي للاتحاد الإذاعة والتلفزيون. نقدم نفسي سي ملايح وكيل شركة إنتاج سمعي بصري، وجينا لنا المهرجان بالشركة بتاعنا وبالمسلسل الجديد اللي عملناه إن شاء الله لرمضان 2018، المسلسل اللي خدمت فيه معناها قمت به في إدارة إنتاج. هذه أول تجربة وأول مشاركة في حياتي معناتها شخصيا في مهرجان بالقيمة هذه. نتمنى نكون فاتحة خير. و أبروبو المهرجان نجم نقول لك معناها تنظيم مقبول، بطبيعة أنه بعض المؤاخذات اللي هي بسيطة، لكن نشكر الهيئة التنظيمية وإن شاء الله يطوروا معناها نشاطهم ويكون كل مرة كل عام تنظيم خير وخير. هذا هو معناتها أون جينيرال المهرجان. بالنسبة للمشاركة بتاعنا كانت فرصة باش نتعرفوا على عباد ذوي خبرة وعباد عندهم سنوات كبيرة في الاختصاص، وتعلمنا منهم وخذينا منهم أفكار وفما تلاقح فكري، فما إمكانية خوض تجارب زي جديدة إن شاء الله في مع معاش على الصعيد المحلي ولا الصعيد عربي وعالمي إن شاء الله. التجربة إن شاء الله تتعاود إن شاء الله فيما خير. فماش ايجابيات ولا حاجه على خصوص المسلسل تاعك؟ سؤال معقول، اللي بحكم توافر معناها قنوات تونسيه مع غير معناها قنوات الوطنيه وقنوات اخرى اللي هي من انحاء العالم، نجم نقولوا احنا لنا عرفنا نوعا ما شنو السوق وشنو المتطلبات نتاعو وشنو المقاييس المطلوبه. خذينا تجارب منهم، ممكن المسلسل نتاعنا بالذات اللي احنا هو ديجا في اطار التسويق، معناه احنا ديجا عنا عروض وفما عروض واتصالات مباشره بالقنوات، احنا ما جيناش لنا راهو باش نبيعوه بالذمه. خاطر احنا ديجا في معناه مفاوضات مع بعض القنوات واللي على ضفاف التفاهم معناه. العزارة على احد القنوات اللبنانية. هذا هو الموضوع حكينا فيه ديجا مع في جمال هذا مؤسسة خاص ثانية وديجا شخصية معناها مميزة تعلمت منها برشا. الإشكالية الوحيدة اللي تعوقنا احنا كمنتجين وكشركات توزيع هو اللهجة التونسية. اللهجة التونسية صعيبة غير مفهومة حبينا ولا كرهنا، دول الخليج دول الآسيوية العربية نقصد. معناها هذه نقطة ممكن كي ندخلوا احنا في الصناعة عملية الدبلجة عملية الترجمة، علاش احنا ندبلجوا في الأتراك حتى بالتونسي نترجموا كذا، علاش لازم التونسي هو اللي يدبلج برا؟ هذا يولي يتوقف على الصناعة بتاعنا على البرودكت بتاعنا اللي لازم يدبلج. كما تراتي المنتجات الامريكيه اللي الاولى والهنديه اللي بقى وتو حديث من التركيه اللي ولات مش تلفزه ما فيهاش مسلسل تركي، وعلى علم اتراك معناها ذو العالم ولات الممثل التركي يتكلم 1000 لغه معناها بالدبلجه. ان شاء الله كنوصل نلقاو برودويات اللي تنجم تتفهم من برا. معناها تتفهم بمعنى موضوع بينما احنا تظهرنا قولوا نحكيوا عادي تونسي، بينما هما يظهروا لهم لغه صعيبه. فهمت؟ هذا هو الاشكال الوحيد. اما علاش لا يوليش معنا يولي تصدير المنتجات؟ فما بعض المنتجات خرجت صحيح، ممكن ما لقاش رواج.